في 15 يوم بدايه من 1/6 جامعه عين شمس الدكتور محمود المديني مع الهيئه الهندسيه للقوات المسلحه استلمت الارض هنا حوالي 4600 متر انشاء الخيام دي زائد التجهيزات الميه السباكه الصرف الكهرباء كل الحاجات دي اتعملت في خلال 15 يوم زائد طبعا بقى جامعه عين شمس مكتب الاستشارات الهندسيه في جامعه عين شمس والمستشفيات جامعه عين شمس التجهيزات والاجهزه الطبيه اللي موجوده مع طبعا الاطقم اللي هتعمل في المستشفى المدني دي هتكون جايه من عين شمس من جامعه عين شمس تعامل بيبقى تحول لينا من مستشفيات وزاره الصحه او من مستشفيات جامعه عين شمس بنقاش او عين شمس تخصصي للحالات متوسطه الخطوره العيان بيعمل دخول على هنا محول من المستشفيات دي بيتلقى العلاج الاكسجين البروتوكول كله بتاع العلاج المضادات الحيويه المحاليل مضادات التبلط لغايه لما يتم الشفاء ان شاء الله باذن الله والعيان بيخرج لو لا قدر الله ساءت الحاله في عندنا 11 سرير عام وركازه بيهم اجهزه التنفس الصناعي العيان بيبنين العيان ليه تمام ولينا احنا لينا باك اب ان العيان لو هتبقى الاقامه طويله في جهاز التنفس الصناعي يتم نقله الى مستشفى عين شمس تخصصي او الدمرداش في رعايه مركزه هناك.